بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، وقد اقتربنا من شهر رمضان المبارك، نود أن نجعل هذه الحلقة عبارة عن وقفات متعددة وتعليقات إيمانية وعلمية حول شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والقربات. حياكم الله فضيلة الشيخ، ونبارك لكم اقتراب هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. اللهم آمين. بداية فضيلة الشيخ، لو تحدثنا حول فريضة هذا الشهر الكريم وبعض أحكامه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقام يلزمنا بالحديث عن فضيلة الشهر. والجنة أعظم مقصود وأجل مطلوب، وهي وعد الله لعباده الصالحين. في هذا الشهر تفتح أبوابها، فهذا من أعظم الدلائل وأجل القرائن على رفعة هذا الشهر ومقامه ومنزلته التي آتاه الله إياها. إذ ليس بعد فتح أبواب الجنة من دلائل رغبة، ولا بعد فتح أبواب الجنة من مظاهر محبة، ذلك أن المؤمن إنما يسعى في الدنيا هذه لدخول الجنة. فإذا كانت الجنة التي قال الله عنها في كتابه كان على ربك وعدا مسؤولا، وقال وعدا مأتيا، تفتح أبوابها إذا دخل هذا الشهر، دل على فضيلة هذا الشهر وعظمته عند الله. ثم إن القرآن وهو أجل كتاب إنما أنزل في هذا الشهر. ثم إن الصيام وهو الركن الرابع من أركان الدين فرضه الله جل وعلا في هذا الشهر. ونبينا صلى الله عليه وسلم نبئ وبعث في شهر رمضان، والله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ففضيلة الشهر قائمة على أنها باب خير عظيم، باب خير لركنه الأعظم وهو الصيام، باب ركن وباب خير لما يتعلق به من صدقة وصلاة وقربات إلى الله جل وعلا. جعل الله جل وعلا هذا الشهر موئلا ووعاء لها يتسابق فيه عباد الله الصالحون. فمن أبقاه الله وأحياه حتى أدرك هذا الشهر وأتمه، فقد أقام الله جل وعلا عليه الحجة في أن يعبد ربه ويتقرب منه، أو أن ينأى بنفسه عن ذلك عياذا بالله. يقول ربنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكريم. فلا يقبل المؤمن العاقل الحصيف الذي يعلم تقصيره فيما سلف، ويعلم أي رحمة تتنزل في هذا الشهر، لا يقبل إلا أن يكون ممن ثلث الله بهم، وهو ممن قال الله جل وعلا فيهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا ما يمكن أن يقال عن شهر رمضان جملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم لم يدخله الجنة. أي أنه مر عليه هذا الشهر وعافاه الله في بدنه ونفسه حتى بلغه هذا الشهر، ثم لم يعبأ به ولم يكترث ولم يعرف أنه محل للخيرات وموئل للطاعات. نسأل الله أن يتم علينا وعلى إخواننا المسلمين العفو والعافية، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم آمين. هذا عن فضيلة هذا الشهر الكريم. فرضية الصيام وأحكامه فضيلة الشيخ. فرضية الصيام، الله جل وعلا جعل الأركان الأربعة أركانا تعبدية، فجعل الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت الزكاة معلقة بالمال وبما أوجب الله جل وعلا الزكاة فيه من الأموال الزكوية، وجعل الحج معلقا بمكان، وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، ولله على الناس حج البيت. وجعل صيام رمضان متعلقا بشهر دون غيره من الشهور. نعم، تصح صيام غيره نافلة وفق أحكام معروفة، لكن الشهر الذي تعبد الله جل وعلا المسلمين في بصيامه هو شهر رمضان. هل كان من قبلنا
هل كان من قبلنا يصوم رمضان؟ قطعا كانوا يصومون. يا أيها الذين آمنوا نداء كرامة، كتب عليكم، أي فرض، كتب عليكم ماذا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم السابقة لعلكم تتقون. لكن هنا إخبار بأننا اشتركنا مع غيرنا من الأمم في فرضية الصيام، لكن ليس فيه إخبار أن الله اختار لهم رمضان أن يصوموا فيه، فقد يكونوا يصومون بعضه أو كله أو يصومون غيره، كل ذلك وارد، ليس لدينا أثارة من علم تخبرنا بهذا. ثم أخبر جل وعلا أن الذي تعبدنا الله جل وعلا بصيامه شهر رمضان، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى الآن لم يأتي الوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعلى الصحيح أن قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لم يكن أول ما فرض صيام رمضان، بل الذي يظهر 3 أيام من كل شهر أو صيام عاشوراء، ثم وكان هذا لليلتين مضى خلتا من شهر شعبان للسنة 2 من الهجرة، كان يوم 2. من بعد ذلك جاء الأمر بصيام شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصوم في اللغة هو الإمساك، وهذا لا يحتاج إلى تفصيل لأن الناس لا تكاد تجهله، لأن لو قلنا لفلان من الناس اليوم صم لا يجهل كيف يصوم، لا يجهل كيف يصوم. ومن أعظم المعضلات توضيح الواضحات، فالإنسان تعبده الله جل وعلا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أن يمسك عن المفطرات، فيصبح بذلك صائما، على أنه لا بد له أن ينوي في صيام الفرض النية، سواء كانت نية عامة قبل دخول الشهر فينوي في نفسه أنه يعزم على صيام شهر رمضان، أو أن يبيت كل ليلة بصيامها. هذا الأصل. هذا الصيام الذي تعبدنا الله جل وعلا به له أحكام سنتكلم عنها إجمالا لا تفصيلا. من باب الإجمال أن يقال المخاطبون بالصيام أو فرضية الصيام ممكن أن تقع على الأحوال التالية: قوم غير مخاطبين به ولو وقع منهم لا يقبل، مثل الكافر والمجنون، فالكافر لا يقبل منه مع كفره عمل، والمجنون رفع عنه القلم ولا يعي ما يصنع فخرج من هذا الأمر. بقي المسلم والمسلمة، هؤلاء يختلفون على أحوال عدة. فمثلا المسلم العاقل البالغ الذي لا يتعلق به مانع، هذا يجب عليه الصيام. كل مسلم ومسلمة بالغ وعاقل ولا يوجد لديه مانع، مانع مثل أن تكون المرأة حائض أو نفساء، أو مانع يبيح له أن يفطر يعني لا يلزم به كالمريض والمسافر. فمانع الحائض والنفساء يمنع أن يصوم، لو صام ما قبل، لكن المريض والمسافر لو صام قبل، هذا الاختلاف. لكن الأول هذا الذي فرض الله جل وعلا عليه الصيام وهو كل مسلم بالغ عاقل لا يتعلق به مانع، يجب عليه أن يصوم وليعلم أنه يأتي ركنا عظيما. هنا ينبغي أن يعلم ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله، قال وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة والانحلال. لا يسع مسلم ولا مسلمة البتة أن يدخل عليه رمضان ويناط به التكليف وهو بالغ عاقل لا يتعلق به مانع، ليست امرأة حائضا ولا نفساء ولا رجلا مريضا ولا مسافرا، أي لا يوجد عذر، ليس له عذر، ومع ذلك عياذا بالله يتوخى الإفطار عمدا، هذا شر من الزاني ومن مدمن الخمر. الحالة الثانية الصبيان أطفال المسلمين ما دون سن التمييز لا يتعلق بهم شيء، ما بعد سن التمييز يختلف القوى والقدرات، فهم غير مكلفين، لكن يحسن بولي أمرهم والقائم على شؤونهم أن يهذبهم ويعلمهم كيف يصوموا ولو بعضا من الشهر. الحائض والنفساء ليستا مطالبين بالصوم حال تلبسهما بالحيض والنفاس، لكنهما يلزمهما القضاء متى ما طهرتا، فإذا طهرتا صامتا ما تبقى من الشهر وبعد ذلك يلزمهما القضاء. آخرون هو المسافر والمريض فهذا لا يلزمه الصيام لأن لديه عذر، لكنه لو صامه لصح صيامه
صام وصح صيامه، فإن أفطر لسفر أو مرض لزمه القضاء. يبقى حال الشيخ الكبير في السن أو المرأة العجوز أو المريض الذي لا يرجى برء مرضه، فهؤلاء لا يلزمون بالصيام، يفطرون لكن لا يطالبون بالقضاء، يطالبون بالفدية، لا يطالبون بالقضاء مثل حال المسافر والمريض الذي يرجى برؤه، وإنما يطالبون بالفدية. يطالبون بالفدية. هذه جملة أحكام الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأصل إذا كان الأمر ليلا بقاء الليل، والأصل إذا كان الأمر نهارا بقاء النهار. فلا ينقطع عن ترك الطعام والشراب في الليل حتى يتبين له الفجر، ولا يترك الصيام ويبدأ في الإفطار حتى يتيقن من غروب الشمس. من غروب الشمس قال ربنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا إجمالا عن قضية ما يتعلق بأحكام بأحكام الصيام. آداب الصيام فضيلة الشيخ. آداب الصيام، نأتي لآداب الصيام. عندما نقول آداب أو سنن، فهذا الذي صام تلبس بالحكم العام، تلبس بالفريضة الكبرى، تلبس بالركن الثالث، ولم يأتي منه قصور، لكن حتى يكمل صومه، حتى يرتقي إلى معالي ما يقصده المؤمن، لا بد من أداب وسنن يأتي بها. من أين استقينا هذه الآداب والسنن؟ من أقوال وأفعال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثمة آداب تتعلق بالصيام نفسه، ومن أهمها السحور. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فالمؤمن عندما يطعم هذه الأكلة ويستصحب أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، إذا طعمها بهذا الاستصحاب أثمرت فيه وحققت مقصوده وأعانه الله بهذه الطعمة على بقية يومه. والأصل فيها أن تؤخر، والأصل فيها أن تؤخر. فإذا طلع الفجر الصادق وأذن المؤذن وفي يده شيء أتمه من ماء يشربه، أما إذا أذن المؤذن وليس في يده شيء فقد بدأ صومه وتبين له الخيط الأبيض من الخيط من الخيط الأسود. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه النسائي بسند جيد: فإنه الطعام المبارك، أي عن أكلة السحور، واسمها مشتق من زمنها، لأن السحر أصلا وقت فضيل، والله يقول: والمستغفرين بالأسحار. وورد أن يعقوب على أحد أقوال أهل التفسير أخر دعاء بنيه إلى السفر إلى السحر، وإن كان القول مرجوحا عند البعض. المقصود أخذت الطعمة من هذا الوقت. يقابل تأخير السحور تعجيل الفطر، لأن المؤمن كلما بادر إلى الطاعة، والإفطار بعد الغروب طاعة، كما نتعبد الله بالصيام قبل الغروب نتعبده بالإفطار بعد الغروب، وفيه إشعار بفقر افتقار العبد إلى ربه وإقباله على ما يطعمه إياه مولاه، وإشعار نفسه بحاجته الملحة إلى خالقه ورازقه الذي لا غنى للعبد عنه أبدا. ثم صنيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطعم إفطارا قبل أن يصلي المغرب على رطبات، فإن لم يتيسر فعلى تمرات، فإن لم يتيسر تجرع ورشف رشفات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. فهذان أدبان عظيمان: تأخير السحور وتعجيل الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعليه الحمد لله اليوم عمل، وعليه عمل المسلمين. هذان أدبان عظيمان يتعلقان بذات الصيام. تبقى أعمال صالحة تتعلق بالصيام والشهر، تتعلق بالصيام والشهر. فلا نقول إنها من آداب سنن الصيام، لكننا نقول إنها تتعلق بالصيام والشهر في آن واحد. أعظمها أن الإنسان يفر بنفسه عن النقص المتعلق بالسباب والشتائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن هذا بالصوم. قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وفي الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فكما أنه صام عن المطعومات، صام عن كل ما حرمه الله. وأعظم ذلك شهادة الزور،
قال عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني إن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. بل قال بعض الظاهرية إنه لو تكلم زورا شهد زورا أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يدع طعامه وشرابه، والجمهور على خلافه. لكن المقصود التلبس بهذا الحال. فما دمت تشعر أنت وقد جفت الدماء إلا قليلا في عروقك بقربك من خالقك، فتأدب بما أملأه عليه خالقك، وكن حسنا ترجو ما عند الله. هذا ما يتعلق بالآداب القول. يتعلق آداب أخرى تسمى عبادات، لكن جاء الشرع بأنه قرنها بالصيام بشهر رمضان. من أعظمها أداء العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وتبعه في حجته خلق كثير، أموا المدينة كلهم يريد أن يتم بحجته صلوات الله وسلامه عليه. فكان ممن لم يحج معه امرأة من الأنصار، فلما لقيها وهو الشفيق على أمته الرحيم بأتباعه سألها: ما منعك أن تحجي معنا؟ فأخبرته بعذرها: لم يكن لنا إلا ناضح واحد لا نستطيع أن نحج عليه. فقال عليه الصلاة والسلام يرشدها وقد قبل عذرها: فإذا كان رمضان، أي وجد، يعني كان فعل ماضي لكن هنا كان وجد، فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية لمسلم تعدل حجة معي، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي أن من اعتمر في رمضان، وهذا من دلائل فضل الشهر نفسه. لكنني لم أقول كل شيء في الأول لأنه سيأتي وقته. وهذا من دلائل الشهر نفسه، وهذا لا يتعلق بصيام، يعني لا يتعلق لا بليل ولا بنهار، بمعنى أن الشهر كله منذ دخول ليلة الشهر إلى أن تغيب شمس يوم 30 أو يرى الهلال ليلة 30، هذا كله محل لأداء لأداء العمرة. فسواء أداها ليلة أو أداها نهارا، كل ذلك ينطبق عليه القول والحكم على أنه من رمضان. فالعمرة في رمضان من أعظم القربات. كذلك مما يتعلق بالصوم والشهر نفسه الصدقة، فإن الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات. وفي الحديث الصحيح: والصدقة تطفئ غضب الرب. وفي الآيات الكثيرة من آيات القرآن ما يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. النجاة أيها المبارك من أي شيء تكون بأحد وسائل ثلاث: شيء، أي شيء تريده معنويا أو ماديا، إنما ينال بأحد ثلاث أشياء: إما يباع فتشتري، وإما لا يباع فتشفع غيرك أن يأتي لك به، وإما أن تصل به عن طريق أن تكون قريبا من صاحبه نفسه، لا تحتاج إلى شفيع. فنفى الله جل وعلا هذه الثلاثة أن تنفع يوم القيامة: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والمقصود بالشفاعة هنا الشفاعة المنفية، شفاعة الأصنام لمن عبدوها. فالمراد من هنا جاءت الصدقة مما يقرب إلى الرب تبارك وتعالى، وهي من دلائل ثقة العبد وحسن ظنه بربه. لأن الذي ينفق على يقين أن الله جل وعلا سيعوضه: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أخرهم إلى يوم تأتيك فيه العطية. ويبتلى العباد. وفي حديث الملائكة الذين جاءوا لذلك الأقرع ومن به بياض وذلك الأعمى دليل: ثم إن الملك جاءهم قال: أنا كذا، ألم تكن يخشى الإنسان، وإن كان هذا قد يقول قائل بعيد، أن يأتيك من يسألك وهو ملك فيختبر ما أتاك الله جل وعلا فيك ما أتاك الله جل وعلا إياه. هذه الصدقة كما أنها مرغبة في العام كله، إلا أنها في رمضان أعظم، لحديث ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان. عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أجود ما يكون في رمضان. فالصدقة من أعظم العطايا وأجل الهبات، وهي للعبد شفيع عظيم في قبره. وقد ذكروا أن رجلا
أرادوا أن يجددوا القبور في مكة، فوجدوا قبرا كلما فتح وجد صاحبه كما هو، أي أنه لم تبلأ عظامه ولا لحمه، وكل حين عندما يأتون يجدونه على حاله. فأحب أحد الذين يشرفون على هذا الأمر أن يعرف ما كان يصنع الرجل في حياته، فسأل بنيه فأخبروه أنه كان يحرص على أن يسقي الحجيج والطائفين، يحرص على أن يسقي الحجيج والطائفين. فبذل المعروف مما دل الشرع عليه، لكنه يتأكد في رمضان، ويتأكد خاصة من قدر على إطعام أطعام الصائمين. وإذا وافق رمضان صيفا كما في عامنا هذا واشتد الحر، فإن السقيا فيه يكون أعظم، وإذا وافق شتاء فإن الإطعام فيه يكون أعظم. كل شيء بحسبه، ولا بد من مراعاة مقتضى الحال. هذه بعض الآداب من السنن ومن غيرها المتعلقة بالصيام. مراعاة مقتضى الحال فضيلة الشيخ مع الصدقة تحديدا في شهر رمضان المبارك. هناك من الناس من يؤخر الزكاة والصدقة إلى رمضان، فهذا الفقير المحتاج سيحصل على صدقات الناس وزكواتهم فقط في شهر رمضان، أما طول العام فتجد الزكوات قد دفعت كذا، فيبقى هذا المسكين يعني يحتاج إلى المال ولا يجد. هل هذا بالعموم أن نجمع صدقات؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. المأثور عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه أخبر أن الناس كانوا في زمنه يؤدون الزكاة في رمضان، لكن الحال الآن تغير بعض الشيء، فبعض الناس يؤخرها. أصلا تأخيرها لا يجوز إلا إذا كان يغلب على الظن أنه سيجد فقيرا لا يجد حال تأديتها. الزكاة مرهونة بحلول الحول، فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة. يجوز تقديمها في بعض المذاهب الفقهية قبل حلول الحول بشهر أو شهرين، إذا كان غلب على ظنه أن الفقير يذهب أو يغدو أو ما إلى ذلك من أسباب مقنعة. لكنه إذا حال الحول وجبت الزكاة. فلا يقبل أن إنسانا بدأ تجارته في صفر فيحول عليه الحول في صفر أن يقول أؤخرها إلى رمضان. إلى رمضان كذلك فيه ضرر، لأنه حبس لأموال الفقراء والمساكين، والله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجاء بلام التمليك فهي ملك لهم، فأنت حبستهم حقهم ومنعتهم ما كتبه الله جل وعلا لهم. فعلى هذا ينبغي أن يراعى أن الصدقات العامة حسن أن تكون في رمضان، لكن الزكاة إن كانت مرتبطة بالحول فهي عند تمام الحول، سواء كان في رمضان أو كان في أو كان في غيره. نعم. فضيلة الشيخ صالح، ما أن يأتي رمضان إلا ويأتي مع رمضان القرآن ومواسم القرآن والرابط بين شهر رمضان المبارك وبين كتاب الله عز وجل؟ الرابط بينهما الأعظم أن الله جل وعلا أنزل خير كتاب أنزل من السماء على أعظم نبي من الأنبياء في خير شهر من الشهور، في خير ليلة، هي ليلة القدر. فقال ربنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال جل وعلا يوم الفرقان يوم التقى، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالمقصود أن هذا الشهر المبارك نزل فيه القرآن، فلما نزل فيه القرآن تأكد للمسلمين أن حال قراءة القرآن في رمضان أعظم منها في غيره من الشهور. هذا من حيث فقه الآية. ثم صنعه صلى الله عليه وسلم، فقد كان جبرائيل يدارسه القرآن في كل عام مرة، وبينا مرارا أن مدارسة جبرائيل للنبينا صلى الله عليه وسلم القرآن تكون بأنه يقرأ جبرائيل ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه جبريل، هذا أرجح الأقوال. وقيل إن جبرائيل عليه السلام يقرأه ثم يقرأه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ من المكان الذي وقف عنده جبرائيل. الآن الذي يحصل عند الناس أن الناس يخلطون بين أمرين، ما بين محاولة كثرة الختمة فيجعله ذلك يقرأ القرآن هذا لا يراعي فيه شيئا ولا يرى عليه أثر، وهذا غير مرغب فيه ولا يحسن أن يصنعه المرء. وأقول إن كان ولا بد في أن الإنسان يختمه في شهر رمضان 3 مرات فيهن بلغة عظيمة، وإن كان بعض العلماء يصنع أكثر من ذلك. وبعض ما يروى عن سلف الأمة أظن أن فيه الكثير من المبالغات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد جاء النهي أن يختمه الإنسان في أقل من 3، وبعض الروايات أقل من
من سبع، لكن الإنسان إذا أراد أن يقرأ فليقرأ قراءة متدبر، قراءة من يقف عند آياته. ولا أعني بقراءة التدبر هنا قراءة أن الإنسان يحاول أن يفقه المعنى وأن يفسر، هذا سيشغله عن القراءة قطعا. يجعل لقراءة التفسير وقتا ويقرأ القرآن قراءة تعبد، لكنه يقرأه ورتل القرآن ترتيلا، يقرأه بالقدر الذي يشعر أنه يمكن أن يفقه ما يقرأ. من الذي لا يمكن أن يقرأ الآية ولم يعني يقع في نفسه شيء من أثرها في قلبه، لأن للقرآن أثرا على أصحابه. والله يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فللقرآن أثره العظيم على القلوب، فإن كان الإنسان يقرأه ويتلوه هذا خوفا من أن تغيب الشمس ولم ينتهي، خوفا من أن تمر عقارب الساعة ولم يقضي، ما كان ينبغي هذا. يقرأه وخير الأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لا بد أن يكون للقرآن أثر في قلبك، ثم تتخذ هنيهة من الوقت تنظر فيها في كتب التفسير، فتحاول أن تقرأ تفسير ما قرأت. وأظن أنك لو قرأت التفسير أولا ثم قرأت الآية يكون أشد وقعا، لأنك يصبح بعد ذلك تقرأ شيئا تعرفه. تفقه تعرفه معنى. ولو أنك بعض السور قرأتها مرة ومرتين وبعضها تقف عندها، وكم في الآية في القرآن من جليل العظات وعظيم المعاني ما يجعل المؤمن يعظم يقينه ويزداد إيمانه بربه تبارك وتعالى. المهم والمقصود من هذا الإخبار والذكر عدم المبالغة في ختمة القرآن عشرات المرات أو كل يوم الليلة. لا أحبر هذا. نعم فضيلة الشيخ، أيضا شهر رمضان المبارك ما أن يأتي إلا وتجده أيضا مربوطا بالقيام، قيام الليل. ارتبط رمضان بالقرآن وبالقيام لأمرين. الأمر الأول في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام أخبر أن القرآن ورمضان يأتيان والصيام يأتيان شفيعين لأصحابهما، فالصيام شفيع والقرآن شفيع، فهذا وجه الاقتران بين القرآن والصيام. كذلك القيام، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قاله في الصيام قاله في القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه جعلت أمة الإسلام تحرص على القيام في رمضان، وإلا فالقيام في سائر العام قائم. نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يبيتون لربهم سجدا وقياما، لكنه يتأكد في رمضان لعموم قول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم جاء ما يعرف بصلاة التراويح، والأصل في النوافل ألا يجمع لها، لكن بعض النوافل دل الشرع على أنه يجمع لها، مثل صلاة الخسوف وكسوف الشمس، فهذه نوافل لكنه يجمع لها. والقاعدة في النوافل التي يجمع لها، الصلوات التي يجمع لها، أن يجهر بها، لذلك يجهر بالكسوف ويجهر بالخسوف، أن يقع في الليل والكسوف يقع في النهار، مع ذلك يجهر بالقراءة. التراويح صلى الله عليه وسلم في بيته، فصلى بصلاته أقوام، ثم صلى ليلتين أو ثلاث، ثم خشي وهو شفيق على أمته أن يفرض هذا على الأمة فلم يخرج، لكن الناس أخذوا عنه صلاة التراويح، فأصبحوا يصلون أرسالا أي فرادا، زمن النبوة وزمن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى كانت سنتين أو ثلاث من ولاية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يمضي معه مولى له يقال له أسلم، فدخل المسجد، أي مسجد؟ المسجد النبوي، فوجد الناس يصلون أوزاعا أرسالا يعني جماعات، هذا يصلي لوحده وهذا اثنان هذا ثلاثة، فجمعهم على إمام واحد يعني إمام جنس، فجاء بأبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، مع أنه علي رضي الله عنه كان هو الذي يصلي الفروض، لكن القراءة تختلف، فكان أبي وتميم يصليان بالناس وهو لم يصلي معه،
فذهب مرة لبعض شأنه ثم دخل المسجد وجدهم يصلون خلف إمام واحد فقرت عينه وقال نعمتي البدعة هي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. والمعنى أنهم يصلون التراويح في أول الليل ولو قدر استطاعوا عزموا على أن يصلوها آخر الليل لكان أولى. إن هذا قول رجل محدث قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو هو في العلم والمكانة والمقام في الأمة. والتي ينامون عنها أولى من التي أفضل من التي يقومون يعني يقومون لها يعني لو أخرت لكان أفضل. لكن الناس ما زالوا على هذا العمل يجعلون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة وهي التراويح ما بين العشاء والوتر وتصح بعد الوتر لكن لا يوتر بعدها. كم كانوا يصلون؟ هذا خلاف طويل بين العلماء. وعائشة رضي الله عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 13 ركعة لكن حفظ أنهم كانوا يصلون 20 وحفظ أن بعض أهل في المدينة كانوا يصلون 36. والأصل أن صلاة الليل لا عدد محدود لها صلاة الليل مثنى مثنى يقول صلى الله عليه وسلم الله فما تواطأ الناس علي حسن. لكن ما يصنعه الناس اليوم من أنهم كانوا يعني يصلون يختمون القرآن كله لا أقصد يختمون يعني دعاء الخاتم لا أقصد يختمون يعني يقرؤون القرآن كله لأن دعاء الخاتم متفرعا قراءة القرآن يعني لما قرأوا القرآن كله دعوا الآن يدعون الآن بدعاء الخاتم. لكن قديما لم يكن هذا موجود هذا قائما في أنهم يعني يصلون بالقرآن كله وإن الذي يظهر كان الإمام يصلي يقرأ ما كتب ما الله له أن يكتب. وكان عمر يمر على الأئمة فمن رآه بطيء القراءة أمره بأن يقلل الآيات ومن رآه سريعا في القراءة أمره أن يزيد في الآيات ولا يشق على الناس. هذا ما كان من صنيع الناس. يحسن بالمرء أن يصلي مع الناس وأن يجعل لنفسه حظا من قيام الليل في آخر للعمل بقول عمر والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها وإن لم يوتر مع إمامه كان أفضل حتى يتوخى شيئا من آخر الليل يصلي فيه لوحده. هذا كله الآن صنيع الناس ما يعرف الآن بصلاة التهجد في العشر الأواخر. طبعا صلاة التهجد يعني في العالم الإسلامي كما ترى لا يكادون يعرفونها. وأول من صلىها في المسجد الحرام الشيخ عبد الله الخليفي فيما ينقل ثم أخذها الناس عنه. ولا تعارض هذا مع السنة لأن الليل كله محل للصلاة ما داموا قد أخروا الوتر وفي الناس بقيل وفي الناس نشاط وعدد الركعات مفتوح. وهذا ينبغي أن يعيه الناس وألا يحكم بعضهم على بعض كم صليت وكم لم تصلي وأن يتخذ الإنسان لنفسه وقتا يصلي فيه. ومذهب مالك رحمه الله مشهور عنه أن صلاة التراويح تصلى في البيوت يعني لا يجمع لها لا تكون علانية. وجمهور أهل العلم على أنه على عمل أهل مكة والمدينة يجمع لها. اختلفوا في الوتر فيها لكن لا أحب أن أدخل في التفصيلات الفقهية لأن الناس الآن التزموا شيئا معينا لا يحسنوا التلبيس عليهم. لكن المهم جدا أن يعرف الإنسان فضيلة القيام بين يدي رب العالمين. ومن كبلته ذنوبه في النهار تعذر عليه أن يقوم في الليل. وإن تحرر من ذنوبه ومعاصيه وأكثر من الاستغفار في النهار أعين على قيام الليل. يستصحب المؤمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ما ورد في غيرها من آيات في قضية القيام في رمضان. هذا القيام له خاصية أكبر في العشر الأواخر. نعم فضيلة الشيخ النسق الجميل بين رمضان والقرآن أيضا النسق الجميل بين صلاة القيام ورمضان هناك نسق أيضا بين تسهيل هذه الطاعات في شهر رمضان المبارك. ما أن يأتي تجد المساجد تمتلئ وتجد المصاحف تشغل بالقراءات وتجد أنين المساجد يعلو والأصوات تعلو أيضا الرابط بين تسهيل هذه الطاعات وشهر رمضان المبارك. نعم هذا مما جعله الله جل وعلا مزية للشهر. نعم أن ألقى الله جل وعلا في قلوب عباده الصالحين هذا فتح أبواب الجنة وتصفيد الشياطين وتنزل الملائكة. الملائكة لا تنزل إلا بخير فيعظم نزولها في رمضان
ويبلغ ذروته في ليلة القدر. في ليلة القدر. ولهذا يجد الناس في أنفسهم رغبة. ولهذا حديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم على محمد، ورجل أدرك أبويه وأحدهما فلم يدخله الجنة، ورجل دخل عليه رمضان فلم يدخله الجنة، يدلك على أن الأصل أن رمضان النفس تقبل فيه على الطاعة. فإذا وجدت نفس عياذ بالله أمارة بالسوء إلى أقصى حد حتى في رمضان لا تقبل على الطاعة، كان مصيرها الهلاك والثور والوبال. نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ، أيضا من الروابط الموجودة قضية ليلة القدر، هذه الليلة التي الكل يتمناها. نعم، ليلة القدر، لما نقول ليلة خرج النهار. نعم، نقول القدر ليلة فضل، ويقدر الله جل وعلا فيها ما هو كائن إلى العام القابل. نعم. إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهذا تفصيل علمي قبل الإيماني عن هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بليلة القدر وفضلها، هو أحرص الناس على الخير، فتوخى أن يقومها، فنصب لنفسه معتكفا في العشر الوسطى من رمضان. ماذا يريد؟ يريد أن يتحرى ليلة القدر. لما جاء يوم 20، يوم 20 يعني الليلة التي مضت كانت 19، فصبيحة يوم 20، لما قام صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 20، لما قام صبيحة 20 قام في الناس خطيبا أخبرهم أنه اعتكف ليتحرى ليلة القدر، وأنه أخبر من الله طريق الوحي أنها أمامك، ليست في العشرين، ليست في الوسطى. نعم. قال فمن كان متحريا فليعتكف معي، يعني فليبقى على اعتكافه. ثم قال وإنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، أسجد صبيحتها في ماء وطين. كان هذا يوم 20. نعم. يعني الليلة المقبلة ليلة 21. لما جاءت تلك الليلة قام ولم يخرج من اعتكافه، قام وصلى بالناس. فلما كان الفجر في الليل وقفت السماء وسقف المسجد من جريد النخل، فرؤي أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري فرأيت أثر الطين في وجهه في جبهته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرؤية تحققت أو لم تتحقق؟ تحققت. لكن هل هي ليلة القدر؟ تحتمل أو لا تحتمل؟ قال عليه الصلاة والسلام إنها ليلة 27 فيما رواه أبي بن كعب، وسجد صبيحة 23 في ماء وطين. هذا الأمر جعل أهل الفقه، الصناعة الفقهية، أهل العلم يختلفون في تحديد الليلة. أنا الآن أتكلم فقهيا محضا قبل الكلام عن الإيمانيات. نعم. جعلهم يختلفون. قال عكرمة إنها ليلة النصف من شعبان، واحتج بحديث عنده إن أنزلناه في ليلة مباركة على أنها ليلة النصف من شعبان، ولم يوافقه أحد على هذا، خرج قول عكرمة. لماذا خرج؟ لأنه مصادم للنصوص الصريحة. نعم. الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لا يقبل أن يأتي أحد مهما عظم قدره في الأمة أن يقول أنها في شعبان. نعم. لكن أنا أتكلم استقصاء لها. وقال بعض العلماء إنها ليلة 17 من رمضان، لأن صبيحة 17 كانت معركة بدر. نعم. والله جل وعلا قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وقال بهذا اثنين من الصحابة، هذا قول آخر. جماهير أهل العلم من السلف والخلف وعليه الفتوى والعمل. نعم. أنها في العشر الأواخر. ثم هؤلاء القائلون بأنها في العشر الأواخر اختلفوا في تحديدها، فمنهم من قال إنها في ليلة بعينها، ومنهم من قال لا إنها تتنقل. إذن الآن انقسمنا قسمين، اتفقنا على أنها في العشر الأواخر، يعني هذا الفريق يرى أنها في العشر الأواخر، لكن فريق يقول معين، فريق يقول تتنقل. نبدأ بالذين قالوا أنها متعينة. قال الطائفة ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري أسجد صبيحتها في ماء وطين، وقال الطائفة أخرى ليلة 23 لحديث أبي سعيد كذلك سجد في ماء وطين. وقال آخرون ليلة 27 يقينا لحديث أبي بن كعب كان يقسم أنها ليلة 27، وحديث ابن عمر أنها ليلة 24. فهؤلاء من قال بالتعيين، من قال بأنها تتنقل، قال إنها تكون في كل عام
في ليلة بعينها، لكن لا يلزم أن تكون في العام بهذا العام مثلا في نفس الليلة التي كانت في العام الماضي أو ستكون في العام المقبل، لأنه لا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث التي وردت وهي صحيحة إلا بهذه الطريقة. هذا عمدة الرأي. وقالوا إنها في ليالي الأوتار أرجى منها في ليالي الشفع، في ليالي الأوتار أرجى منها في ليالي الشفع. ويبقى تعيينها تحديدا مما لا يعلمه إلا الله، وهو مجال للسبق والتنافس. قال أصدق القائلين إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، جاء التعريف بها. ليلة القدر خير من ألف شهر، والمعنى أننا حكمنا قضينا قبلنا أن العبادة فيها توازي العبادة في ألف شهر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل أي تتنزل الملائكة والروح فيها، عامة الملائكة مع جبرائيل، وهم لا يتنزلون عليهم السلام بهذه الكثرة والوفرة إلا لأنها ليلة مباركة. ومن دلائل بركتها أن الملائكة تشهدها وتنزل، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم قال أصدق القائلين سلام هي حتى مطلع الفجر. لا يقبل أن يقول الله عن ليلة أنها سلام ويأتي أحد يتلبس بها بكبار المعاصي، ويأتي أحد ويفر فيها عن طاعة الله. طيب ما الذي أقوم به أنا في ليلة القدر؟ ما الذي أرشد به في قضية قيام الليل في رمضان؟ نبدأ بالأصل، لأن تضيع الأصل تضيع لما بعده. صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، هذا أعظم ما ينبغي للمؤمن أن يتوخاه ويقوم به ليلة القدر. ما بينهما يحيي الليل. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها، يعني لم تره منذ أن يسلم من العشاء إلى أن يطلع الفجر وهو يصلي، ومع ذلك يقوم الليل صلوات الله وسلامه عليه. كيف يقومه؟ يصلي حينا ويذكر الله حينا ويقرأ القرآن حينا ويتفكر حينا. فمن كان مثلا في الحرمين أو أحدهما، كان في الحرم المكي لا حرج أن يطوف، لأن الطواف عبادة. صحيح أنه لا يعتبر قياما، لكنها يدخل في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. هو لو أوتر أو قام ربما الطواف يساعده على أن ينكسر قلبه، يخشع تذرف عينه، وما إلى ذلك من طرائق انكسار النفس. فهذا الذي يطالب به المرء أن يقوم الليل. قامه في جماعة، قامه منفردا في بيته، في عمله، في سفره، في سكنه، في فندقه، في أي مكان، والمهم أن تقبل على الله بقلبك قبل بدنك، أن تقبل على الله جل وعلا بقلبك قبل بدنك. هذا هو الغاية العظمى والطريق الأمثل لنيل فضل ربنا تبارك وتعالى. قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقولها أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر دليل على أنه يمكن للإنسان أن يعطى قرينة يعرف بها ليلة القدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها أنه يمكن أن ترى ليلة القدر. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والسبب في ذلك أن الإنسان ما حمل على كاهله شيء أعظم من ذنبه. الله يقول فكلنا أخذنا بذنبه، فليس على كواهلنا أعظم من ذنوبنا. فإذا عفى الله جل وعلا عنا سقط ذلك الوزر الذي على الكاهل، وهذا هو الغاية التي يريدها بنو آدم ويطلبها المؤمنون الصالحون. قال الله، قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن ليس ذلك يمنع قطعا أن يدعو الإنسان بدعاء يتقرب فيه إلى الله. والسنة في الدعاء أن يبدأ العبد الدعاء بالثناء على الله جل وعلا أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. وأحب الدعاء إلى الله أجمعه
كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما حفظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أدعية منثورة في كتب السنة تبين الطريقة المثلى في الدعاء. لكن يبتعد الإنسان عن رفع الصوت والصراخ، ويبتعد عن الاعتداء في الدعاء والتصنع، وكلما كان بلطف وحسن. الله يقول إذ نادى ربه نداء خفية. تبقى مسألة، وهو أن الأئمة درجوا وفقنا الله وإياهم على أنهم يدعون كما يقرؤون القرآن. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له، فلا يصبح هناك مزية للقرآن إن كنا غير القرآن نقرأه كما نقرأ القرآن. صحيح. حتى الأحكام التجويدية يجرونها على الدعاء، فيأتي بالميم المشددة والنون المشددة والمد المتصل والمد المنفصل في كلمات الدعاء. نعم. وهذا يحتاج إلى أصل حتى يثبت بهذه الطريقة، ويأتي بنفس أحكام التجويد وطريقة القراءة كأنه يقرأ آيات، إلا أنه استقر في الأذهان أنها ليست بآيات، وإنما الدعاء يكون دعاء عادية. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى راحلتكم من كذا، إلى أحدكم من كذا وكذا. فالله جل وعلا سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا بد من الانكسار، ويتوخى الإنسان أيام يوتر فيها مع إمامه، وأيام يوتر فيها مع أهله، وأيام يوتر فيها لوحده، ولا يدري أي ذلك أقرب وأنجى له، ولا يدري أي ذلك أسمع له عند الله. هذا ما يتعلق بقيام ليلة القدر. فضل الشيخ، يعني هناك أيضا من يشغل في رمضان تحديدا بقضاء حوائج الناس، من توزيع الصدقات، من التواصل معهم في هذا الباب، وأيضا يشتاق، أو حتى بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية، ويشتاق إلى الجلوس في المسجد والاعتكاف والإطالة في الصلاة في المساجد، أيهما أفضل لهذا الإنسان؟ لابد أن يكون للإنسان بصيرة على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثم تقاعد اسمها مراعاة مقتضى الحال، فالحال في حق من يحفظ القرآن ويتقن قراءته أن يصلي بالناس، هذا في حقه أكمل. نعم. حاجة الناس لمن يصلي بهم، هذا قارئ القرآن. الشخص العابد فمراعاة مقتضى الحال تستوجب أن يكون في المسجد أو في مواطن الصلوات في بيته. نعم. من لديه قدرة على نفع الناس لا بأس أن ينفعهم، لكن لا يفرط في الأصلين العظيمين، الصيام وهذا لا نزاع فيه. نعم. وحظا من قيام الليل، فلا يقول أنا الليل كله مشغول بعمل نافنة كذا وكذا، لا، لأن الأصل في ليل رمضان أن يحيى بالقيام، فيجعل إحياء الليل بالقيام مقدما على كل شيء ولو يسيرا. ثم إذا زاد فضل من قوة في بدن وسعة في الوقت أدى تلك الأشياء، كما أنه قبيل الغروب الاشتغال بإطعام الناس خاصة في الأماكن التي يغلب على الظن أن لا طعام فيها، هذا مراعاة مقتضى الحال حسن جدا. لكن لا يحسن هذا حال الناس يصلون التراويح، لا يحسن هذا حال الناس يصلون التراويح. لكن كما قلت، نفس الشخص المكلف المخاطب تختلف القدرات من شخص إلى شخص، فكل أحد لابد أن يراعي مقتضى الحال، مقتضى حاله. نعم. فليس حسنا في شخص يقرأ ويجيد ويحب الناس أن يصلي بهم أن يترك إمامتهم وينعكف لوحده، إلا إذا خشي على نفسه. نعم. الفتنة. نعم. نعم. فتح الله عليكم فضل الشيخ، من مات في رمضان هل هذا مؤشر حسن خاتمة وجل رضا الله؟ الموت الله جل وعلا كتب زمنه ومقامه، وإذا أراد الله أن يقبض أحدا في أرض جعل له حاجة إليها. لكن بلا شك أن الذي يموت في رمضان غالب الظن إن مات نهارا فهو صائم، وإن مات ليلا فهو قائم إن كان من أهل الطاعات. وعلى العموم كما نقول إن الأرض أحيانا تنفع أصحابها، كذلك الأزمنة تدل البركة فيها على أن قبض الروح فيها مما يحمد. لكن فرق، عندما نحمد أحدا لا يعني أننا نذم آخر، نذم الآخر. نعم. ولا نذم من مات في غير تلك الأرض أو في غير ذلك الشهر.
فنبي الله موسى دعا الله أن يقبض روحه رمية حجر عن الأرض المقدسة. هذا أمر يعني له وضعه في الشرع. إذا مات وعلي وكان مريضا وأفطر، يعني رجل دخل المستشفى مثلا 3 رمضان ثم في 9 من رمضان مات وهو مريض، فهذا ليس عليه قضاء ولا يلزم أهله ولا يلزم أهله أن يكفروا عنه، لأن الله قال فعدة من أيام أخر في حق المرضى، وهو لم يدرك الأيام الأخر حتى يصوم أو يكفر. نعم، هذا يجب أن يراعى. فضل الشيخ، ما بقي تقريبا الوقت 7 دقائق أو 6 دقائق تحديدا، وصية للمسلمين في هذا الشهر الكريم. هو أنا أوصي نفسي أولا، يعلم الله حاجتها إلى من يوصيها، وأوصي سائر المسلمين بأن يعظموا الله جل وعلا في قلوبهم، وأن يظهروا لربهم تبارك وتعالى قبل أن يأتي الشهر حاجتهم إلى غفران الذنوب، وأن يظهر العبد لله جل وعلا نيته في أن يصوم الشهر حتى يغفر الله خطيئته ويقبل توبته ويمحو ذنبه ويرفع درجته. إن لم تكن تلك السريرة نابتة في القلب ساعية نحو رضا الرب، لن يكون هناك توفيق من الله لذلكم العبد إلا أن يشاء ربي شيئا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، الله جل وعلا يقول، لا بد أن يكون هناك سريرة قد انطوت على حب الله وتعظيمه وإجلاله ومعرفتها، لا بد من نور علم أن هذا الشهر جعله الله مطية لأوليائه أن يقربهم ولأعدائه أن يبعدهم، جعله الله مطية لأقوام يكون لهم حجة ولأقوام يكون عليهم حجة، جعله الله مطية لأقوام يستعملهم ربهم في العمل الصالح ولأقوام تزداد عليهم التبعات وتقوم عليهم الحجج ويدنون عياذا بالله من النار، لا بد من هذا. الأمر الثاني، إذا دنا الشهر يكثر العبد من الاستغفار حتى يكون مهيئا، ولا يبدأ بالصوم حتى يثبت. في حديث عمار نهى عن صيام يوم الشك حتى لا يكون غير رمضان مثل رمضان، لا يكون غير رمضان مثل رمضان. فإذا أقبل الشهر يظهر لله بدعاء بانكسار بأي أمر كم هو في حاجة ملحة إلى رحمة ربه، ويتبرأ من حوله وطوله وقوته. وهذه أمور سهل قولها بالألفاظ، لكن دون تحقيقها عملا وقلبا خرط القتاد، ويسيرة على من يسره الله جل وعلا عليه. ثم إذا بدأ الشهر يعلم أن أوله ليس كوسطه، وسطه ليس كآخره، فيتدرج، لا يأتي الشهر مرة واحدة، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإنما يبدأ بما يطيق بما يقدر عليه، يؤخر السحور، يعجل الفطر، يبر والديه، يتصدق بشيء يسير، يقوم شيئا من الليل، يقرأ أجزاء من القرآن، ثم يتدرج حتى لا يصيبه السآمة والملل في آخر الشهر. يجعل بين عينيه أنه لا يدري يدرك رمضان الذي يليه، أو حتى لا يدري سيتم صيام هذا العام أو لا، وجهله بهذين يجعله يتقرب إلى ربه ويزدرف إلى خالقه ومولاه بصورة أكبر. الوصايا سهل قولها على قائلها وسهل على سامعها أن يسمعها، لكني أعود فأقول كل الأمر في قضية تعظيم الرب جل وعلا. من عظم الله عظم أمره، من عظم الله عظم نهيه، والله جل وعلا تستدر نعمته. جبرائيل يقول لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين أدس الطين في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يستدر بها رحمة الله. إذن ثمت كلمات يستدر بها رحمة الله، أن يقول القائل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. هذا ينطوي على معنى عظيم. كم من إنسان يسعى في مطلوب فيبيت كيف يناله،
والله لو علم أن الأمور تدبر في الملكوت الأعلى لسهل عليه الأمر. فما أعظم دلائل رحمة الله بك كما مر معنا في دروس أخرى أن يوفقك الله جل وعلا للطاعة، وأن تعلم أن شربة الماء لا تستطيع أن تمتنع عنها إن لم يوفقك الله، وأن الدنيا لو عرضت عليك في نهاية رمضان أو في ليلة تستطيع أن تحجم عنها إن زهدك الله جل وعلا فيها. فبحول الله وطوله وقوته ورحمته تكون حياة المؤمن. وأحب إلي أن يقرأ الإنسان القرآن ويفقه آياته ثم يقوم بها ثم يتوسل إلى الله جل وعلا في السجود بما يريد من خير الدنيا سواء في رمضان أو في غيره. نعم فضيلة الشيخ، أيضا في شهر رمضان المبارك هناك متلازمات كثيرة في قضية إفطار الصائم، ولكن هنا مفهوم أيضا خاطئ أود فضيلة الشيخ لو تعرجون عليه قليلا. إفطار الصائم أنه من أفطر صائما فله أجر. هناك من يدفع بداية شهر رمضان المبارك ما يفطر لـ30 شخص ثم يقوم هو بالتراخي والتقصير والمعاصي إلى حد ما، ثم يقول 30 يوم بإفطار صائم أنا ضمنت هذا الشهر كاملا، والآن إن كان هناك من تقصير لي فلكني ضمنت هذا الشهر، ما هي رسالة؟ لا ريب أن هذا من التلبيس ولا يقبل. فكونه آتاه الله مالا يجعل منه فطرا للصائمين هذا أمر محمود. نعم. لكن أن يجعله متكئا لأن يفرط هذا لم يفقه عن الله شرعه ولا عن الله كلامه ولا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام سنته. هذا ليس نور علم ولا هداية طريق، إن قالها ربما قد يحرم حتى من أجر الأول، لأن أول ما شرع لأن يفرط في التالي، إنما ليسد به النقص غير المقصود وزيادة الأجر. نعم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى هذه البيانات. أعزائي المشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يبلغنا تلك الليالي وتلك الأيام السعيدة، والسعيد من بلغ هذه الليالي وهذه الأيام. نلقاكم بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان المبارك، حتى ذلك الموعد وذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.